السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين قناة الأيقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد بخبر جديد بخصوص امتحان فيزياء ثانوية عامة 2020، واللي طلبة كتير كانوا بيشتكوا من صعوبة أجزاء معينة في الامتحان، وكمان بيشتكوا من إن الامتحان طويل ومحتاج وقت كتير. وكلنا شفنا حالات الإغماء والبكاء وانهيار الطلبة وأولياء الأمور من يوم الامتحان، واستغاثتهم بوزارة التربية والتعليم علشان يتدخلوا وياخدوا قرار لصالح الطلبة. وفعلا الوزارة بتاخد قرارات كتير لصالح طلبة ثانوية عامة. والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة هو كمان متابع اللي بيحصل، وأصدر قرار هيحسم بيه مصير شكاوي الطلبة من الفيزياء. القرار ده ايه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نشرح لكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ناقش الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة مع المشرفين على تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية قبل البدء في تصحيحها. وده كان عبر اجتماع بالفيديو كونفرنس. واستعرض رئيس الامتحانات مع المشرفين على تقدير الدرجات واللجنة الفنية لوضع الامتحان صعوبات وجزئيات اللي اشتكى منها الطلبة أثناء أداء الامتحان ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية للامتحان. وقرر الدكتور رضا حجازي أنه يوجه مشرف التقدير بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب مع مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، لأن لو الطالب ظل الإجابتين بدون شطب أي إجابة هتكون إجابة الطالب غلط، لكن لو قام الطالب بشطب إجابة منهم هيتم تصحيح الإجابة المظللة ويتم إعطاء الدرجة عليها، ولو الطالب كتب إجابتين في الأسئلة المقالية هيتم تصحيح الإجابتين وهيحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكمان هيتم تصحيح أي إجابة مكتوبة بالمسودة. وده حصل في المواد التانية اللي امتحنها الطلاب وتم البدء في تصحيحها. وأكد رئيس الامتحانات خلال الاجتماع مع مشرف التقدير على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة وحصول كل طالب على حقه وعدم نقص الدرجات إلا في حالة الإخلال بالإجابة. كما تقوم لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة وإبداء آرائهم حول طبيعة الأسئلة والإجابات البديلة في المادة. أوضح رئيس الامتحانات أن التوجيه بضرورة التزام مقدر الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في مأكن التصحيح على أن يتم اعتماد نموذج إجابة الامتحان عقب إعلان نتيجة العينة العشوائية للمادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين قناة الأيقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد بخبر جديد بخصوص امتحان فيزياء ثانوية عامة 2020، واللي طلبة كتير كانوا بيشتكوا من صعوبة أجزاء معينة في الامتحان، وكمان بيشتكوا من إن الامتحان طويل ومحتاج وقت كتير. وكلنا شفنا حالات الإغماء والبكاء وانهيار الطلبة وأولياء الأمور من يوم الامتحان، واستغاثتهم بوزارة التربية والتعليم علشان يتدخلوا وياخدوا قرار لصالح الطلبة. وفعلا الوزارة بتاخد قرارات كتير لصالح طلبة ثانوية عامة. والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة هو كمان متابع اللي بيحصل، وأصدر قرار هيحسم بيه مصير شكاوي الطلبة من الفيزياء. القرار ده ايه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نشرح لكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ناقش الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة مع المشرفين على تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية قبل البدء في تصحيحها. وده كان عبر اجتماع بالفيديو كونفرنس. واستعرض رئيس الامتحانات مع المشرفين
على تقدير الدرجات واللجنة الفنية لوضع الامتحان، صعوبات وجزئيات اللي اشتكى منها الطلبة أثناء أداء الامتحان، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية للامتحان. وقرر الدكتور رضا حجازي أنه يوجه مشرف التقدير بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مع مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، لأن لو الطالب ظل الإجابتين بدون شطب أي إجابة هتكون إجابة الطالب غلط، لكن لو قام الطالب بشطب إجابة منهم هيتم تصحيح الإجابة المظللة ويتم إعطاء الدرجة عليها، ولو الطالب كتب إجابتين في الأسئلة المقالية هيتم تصحيح الإجابتين وهيحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكمان هيتم تصحيح أي إجابة مكتوبة بالمسودة. وده حصل في المواد التانية اللي امتحنها الطلاب وتم البدء في تصحيحها. وأكد رئيس الامتحانات خلال الاجتماع مع مشرف التقدير على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة وحصول كل طالب على حقه وعدم نقص الدرجات إلا في حالة الإخلال بالإجابة. كما تقوم لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة وإبداء آرائهم حول طبيعة الأسئلة والإجابات البديلة في المادة. وضح رئيس الامتحانات إن التوجيه بضرورة التزام مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في مأكن التصحيح، على أن يتم اعتماد نموذج إجابة الامتحان عقب إعلان نتيجة العينة العشوائية للمادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين قناة الأيقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد بخبر جديد بخصوص امتحان فيزياء ثانوية عامة 2020، واللي طلبة كتير كانوا بيشتكوا من صعوبة أجزاء معينة في الامتحان، وكمان بيشتكوا من إن الامتحان طويل ومحتاج وقت كتير، وكلنا شفنا حالات الإغماء والبكاء وانهيار الطلبة وأولياء الأمور من يوم الامتحان واستغاثتهم بوزارة التربية والتعليم علشان يتدخلوا وياخدوا قرار لصالح الطلبة. وفعلا الوزارة بتاخد قرارات كتير لصالح طلبة ثانوية عامة، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة هو كمان متابع اللي بيحصل وأصدر قرار هيحسم بيه مصير شكاوي الطلبة من الفيزياء. القرار ده ايه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نشرح لكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ناقش الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة مع المشرفين على تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية قبل البدء في تصحيحها، وده كان عبر اجتماع بالفيديو كونفرنس. واستعرض رئيس الامتحانات مع المشرفين على تقدير الدرجات واللجنة الفنية لوضع الامتحان صعوبات وجزئيات اللي اشتكى منها الطلبة أثناء أداء الامتحان ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية للامتحان. وقرر الدكتور رضا حجازي أنه يوجه مشرف التقدير بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مع مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، لأن لو الطالب ظل الإجابتين بدون شطب أي إجابة هتكون إجابة الطالب غلط، لكن لو قام الطالب بشطب إجابة منهم هيتم تصحيح الإجابة المظللة ويتم إعطاء الدرجة عليها، ولو الطالب كتب إجابتين في الأسئلة المقالية هيتم تصحيح الإجابتين وهيحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكمان هيتم تصحيح أي إجابة مكتوبة بالمسودة. وده حصل في المواد التانية اللي امتحنها الطلاب وتم البدء في تصحيحها. وأكد رئيس الامتحانات خلال الاجتماع مع مشرف التقدير على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة وحصول كل طالب على حقه وعدم نقص الدرجات إلا في حالة الإخلال بالإجابة. كما تقوم لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة وإبداء آرائهم حول طبيعة الأسئلة والإجابات البديلة في المادة. وضح رئيس الامتحانات إن التوجيه بضرورة التزام مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في مأكن التصحيح،
على أن يتم اعتماد نموذج إجابة الامتحان عقب إعلان نتيجة العينة العشوائية للمادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة الأيقونة. النهاردة معانا ومعاكم فيديو جديد بخبر جديد بخصوص امتحان فيزياء ثانوية عامة 2020، واللي طلبة كتير كانوا بيشتكوا من صعوبة أجزاء معينة في الامتحان، وكمان بيشتكوا من إن الامتحان طويل ومحتاج وقت كتير، وكلنا شفنا حالات الإغماء والبكاء وانهيار الطلبة وأولياء الأمور من يوم الامتحان، واستغاثتهم بوزارة التربية والتعليم علشان يتدخلوا وياخدوا قرار لصالح الطلبة. وفعلا الوزارة بتاخد قرارات كتير لصالح طلبة ثانوية عامة، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة هو كمان متابع اللي بيحصل، وأصدر قرار هيحسم بيه مصير شكاوي الطلبة من الفيزياء. القرار ده ايه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نشرح لكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ناقش الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة مع المشرفين على تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية قبل البدء في تصحيحها، وده كان عبر اجتماع بالفيديو كونفرنس. واستعرض رئيس الامتحانات مع المشرفين على تقدير الدرجات واللجنة الفنية لوضع الامتحان صعوبات وجزئيات اللي اشتكى منها الطلبة أثناء أداء الامتحان ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية للامتحان. وقرر الدكتور رضا حجازي أنه يوجه مشرف التقدير بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب مع مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، لأن لو الطالب ظل الإجابتين بدون شطب أي إجابة هتكون إجابة الطالب غلط، لكن لو قام الطالب بشطب إجابة منهم هيتم تصحيح الإجابة المظللة ويتم إعطاء الدرجة عليها، ولو الطالب كتب إجابتين في الأسئلة المقالية هيتم تصحيح الإجابتين وهيحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكمان هيتم تصحيح أي إجابة مكتوبة بالمسودة. وده حصل في المواد التانية اللي امتحنها الطلاب وتم البدء في تصحيحها. وأكد رئيس الامتحانات خلال الاجتماع مع مشرف التقدير على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة وحصول كل طالب على حقه وعدم نقص الدرجات إلا في حالة الإخلال بالإجابة. كما تقوم لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة وإبداء آرائهم حول طبيعة الأسئلة والإجابات البديلة في المادة. وضح رئيس الامتحانات إن التوجيه بضرورة التزام مقدار الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في مأكن التصحيح، على أن يتم اعتماد نموذج إجابة الامتحان عقب إعلان نتيجة العينة العشوائية للمادة.